السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تفاصيل. والنهاردة هنعرف ان شاء الله اقوى 5 مقاتلات جوية يمتلكها الجيش المصري. بس يا ريت قبل ما ندخل على تفاصيل الفيديو متنساش دعمنا بلايك وتشترك بالقناة. هنبدأ بالعد التنازلي وهي رقم 5 ميج 29، وهي طائرة روسية اعتراضية والتي تمتلكها مصر بعدد 50 طائرة. وتشتهر هذه الطائرة بكونها أول طائرة تمتلك خوذ التهديف في العالم، والمدى الأقصى لها 2100 كيلو متر بالوقود الداخلي. وتم تعديل محركات جديدة ومطورة، وتم تعديل كابينة القيادة في مصر، وإضافة رادار مطور ذات قدرات رصد وتتبع للأهداف الأرضية. رقم 4 ميراج 2000، وهي طائرة فرنسية متعددة المهام، وتمتلكها مصر بعدد 15 طائرة، ويبلغ مداها الأقصى 3300 كيلو متر، وتتميز بمهام الاعتراض والدعم الإلكتروني، وتتسلح لمهام جو بصواريخ ميك، حيث يمكنها حمل 6 صواريخ من هذا النوع. رقم 3 F-16، وهذه الطائرة هي الطائرة الأساسية الخاصة بالقوات المصرية، وهي طائرة أمريكية قتالية تمتلكها مصر بعدد 240 طائرة، وتسلمت مصر 220 طائرة بدءا من عام 1982 وحتى عام 2002، وتم تطويرهم إلى معيار بلوكي 40، ثم تسلمت 20 طائرة من معيار بلوكي 52، ومصر هي رابع أكبر مشغل لها على مستوى العالم. تتسلح الطائرة بصواريخ صيد وإندر وإمرام جو، ولها أيضا تشكيلة من صواريخ جو أرض المتطورة. رقم 2 وهي ميج 35، وهي مقاتلة روسية متعددة المهام ومطورة من الميج 29، وتبرع في مهام الاعتراض والدفاع الجوي، وتعاقدت مصر عليها بعدد 50 طائرة، وتمتلك النسخة المصرية نسخة خاصة بها مثل أنظمة التشويش والكشف السلبي الكهربصري من أحدث الأجيال. رقم 1 وهي الرافال، وهي طائرة فرنسية تسمى بطائرة كل المهام، وتمتلكها مصر بعدد 24 طائرة، ولديها قدرات كشف الطائرات الشبحية من مديات بعيدة، ويبلغ مداها الأقصى 3700 كيلو متر، وتتميز بتسليح متنوع من الصواريخ، منها صواريخ جو وقذائف ذكية للغاية. وقريبا ستصبح رافال المركز الثاني في مصر بعد وصول الوحش الروسي سخوي 35، ووصول ايضا يورو فايتر تايفون الاعصار الشرس الفرنسي. وسخوي هي مقاتلة تفوق جوي روسية، بالاضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام احادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة. تنتمي الى جيل المقاتلات الرابع من تصميم شركة سخوي، وتم تصنيعها في مصنع طائرات روسي بالاتحاد السوفيتي. وتم تزويد المقاتلة سخوي 35 بأنواع متعددة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة البعيدة المدى ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك تم تزويدها بنظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، كما أن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو بعيدة المدى، ويؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال الجوي من المقاتلات المعادية الحديثة. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشارك بالقناة تفاصيل وتفعل زر الجرس. سلام.